وحول الموضوع معنا عبر الهاتف من الموصل السيد هاشم البريفكاني، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى. سيد هاشم، أهلا بك معنا. إذن إلى أين وصلت الاستعدادات البرية لبدء ساعة الصفر لتحرير قضاء تل عفر من احتلال داعش؟ وهل لديكم أي عدد تقريبي لأفراد داعش المتواجدين الآن داخل القضاء؟ اهلا بكم، مساء الخير. مساء الخير لمشاهدي هذه القناة. طبعا احييكم. تأكيدا الاستعدادات اللوجستية والعسكرية تم بالكامل استعدادها من الناحية العددية ومن الناحية التسليحية لهذه القوات من الفرقة الذهبية وأيضا فرقة 15 وأيضا الشرطة الاتحادية، إضافة إلى أكثر من 20,000 مقاتل من الحشد الشعبي. بداية كان هناك تطوير من قبل الحشد الشعبي لهذه القضاء، واليوم استعدادات كاملة لخوض هذه المعركة، وننتظر الكل إعلان ساعة الصفر، ويكون الإعلان من قبل قائد عام القوات المسلحة دكتور حيدر العبادي بإطلاق هذه العملية. أي عدد تقريبي لأفراد داعش سيد هاشم داخل القضاء؟ نعم، هناك المعلومات تشير بأن هناك أكثر من 2500 إلى 3000 مقاتل موجودين اليوم في تل عفر، وهذا ما تبقى من المقاتلين الذين هربوا من داخل موصل توجهوا إلى تل عفر. واليوم تنظيم داعش داخل تل عفر مركز لها بدلا من الموصل. سيد هاشم، القصف الجوي الذي يهدف إلى استنزاف داعش كما سمعنا في التقرير السابق، إلى أي حد أضعف قدرات التنظيم من حيث العدة والعديد على الأرض، وأيضا زعزعت معنويات ما تبقى من مقاتلي؟ لقدرت حضرتك عددهم بين 2500 إلى 3000. نعم، هذه القصف تأتي تمهيدا للبدء بالعملية. نعم، هناك معلومات تشير بأنه خسائر يعني كبيرة من صفوف داعش، وأيضا هناك يعني عدم الاستقرار بين مقرات يقومون بنقل المقرات، لديهم مقرات متنقلة أو وقتية، لا يمكن لديهم اليوم مقر ثابت لأنه يكون مستهدف من قبل قوات التحالف، وهذا ما يزعزع من إمكانياتهم ويضع إمكانياتهم. وأيضا أنا أعتقد بأنهم هم لا يستطيعون المقاومة ولن يستطيعوا مقاومة هذا القوى أو الجيش العراقي والحشد. سيد هاشم، إن تحدثنا عن من الناحية العسكرية والجغرافية، هل من المتوقع أن المعركة في تل عفر ستكون أسهل مما كانت عليه في الموصل، كون يعني جغرافيا هي ذات مساحات منبسطة أكثر مما عليه في الموصل وأصغر مساحة؟ أنا أعتقد يعني فعلا يكون أسهل من يعني من معركة الموصل، لأنه هم على قناعة بأنهم ما دام ما بقت لهم الموصل لن يبقى لهم تل عفر أيضا. ولكن أنا أعتقد أيضا من جانب آخر يكون هذا آخر معقل لهم سوف يقاومون، لكن ليس لديهم معنويات وليس لديهم إمدادات، ولهذا يكون حتى نفسيا لا يستطيعوا المقاومة. وحتى الناحية الجغرافية أو التخطيط العمراني لمدينة تل عفر يختلف عن مدينة الموصل خاصة القديمة، لأن يعني الأزقة والأفرع يختلف في ما بين مدينتين تل عفر ومدينة الموصل القديمة. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. حدثنا من الموصل السيد هاشم البريفكاني، نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى.